بدايتي في حرفة النسيج كانت في 2014، التحقت بمركز إنتاج النسيج والتطريز بولاية سمائل، وكانت فترة التدريب 5 سنوات. تخلل فترة التدريب جانب عملي وجانب نظري، تدربنا على مجموعة كبيرة من المنتجات، اشتغلنا على السباعية العمانية وعلى السيح وعلى محازم وعلى حزام الخنقر وكذلك الميداليات ومجموعة كبيرة من القطع الزخرفية. تعلمنا كذلك كيفية دمج الألوان واختيار مجموعة من الخامات سواء كان القطن أو الصوف أو الزري. نستمر نشتغل 7 ساعات أو 8 ساعات في اليوم، وسواء كان عندنا طلبيات أو غيره، يعني ممكن إن احنا نشتغل أكثر من 7 ساعات. الشغل على النول يحتاج وقت كبير خلال ترتيب الخيوط على النول وكذلك اختيار الألوان. اليوم ولله الحمد أصبح بالنسبة لي دخل، وصرت استقبل مجموعة كبيرة من الطلبيات سواء كان للمؤسسات الحكومية أو للشركات الخاصة، كذلك للأفراد. أشارك في مجموعة كبيرة من المعارض والمهرجانات، الناس تطلع على المنتجات. قضية المرأة العمانية باهتمام كبير، وخصص لها يوم تكريم لها ولإنجازاتها اللي قدمتها، ودائما نشوف المرأة العمانية في مراكز متقدمة. اليوم المرأة العمانية صارت صاحبة أعمال وتخوض يعني مسارات متقدمة من النجاح. بإذن الله أتمنى أني أدرب مجموعة كبيرة من النساء العمانيات على حرفة النسيج، بحيث أن يكون هذه الحرفة ما تندثر وتفتح لها آفاق واسعة.